كل الحب وكل السلام وكل الجمال وكل الأفراح تملأ حياتكم أخواني وأخواتي الأعزاء. نصلي من أجلكم إنكم تعيشون مليئين بالظروف العظيمة، مليئين بالجمال العظيم، مليئين بالسلام العظيم، مليئين بالحب العظيم. أهديك أخي وأهديك أختي، أجمع كل زهور ورود الأرض وأهديها لك تعبيرا عن محبتي وسلامي وتحياتي لكم. الرب الكون يبارككم بركات الحب الغير محدود، تعيشون محبة مطلقة، تعيشون سلام مطلق، وتعيشون قوة مطلقة، وتعيشون جمال مطلق. تمتلئون بفرص عظيمة، تمتلئون دائما بالفرح، تعيشون دائما الفرح، تعيشون دائما الصحة والسلامة والأمان. هذه هي طبيعتكم، هذه هي حقيقتكم، حقيقتك طبيعتك، حقيقتك طبيعتك أخي وأختي. أنت الجمال الكوني، أنت الحب الكوني، أنت القوة الكونية، أنت الروح الأبدية، أنت الصفاء الأبدي، أنت الجمال الأبدي. الكون يتغير والأرض تتغير وحياتنا تتغير إلى الأفضل والأفضل والأفضل والأفضل. ووعي البشرية يتغير باتجاه الحب والاتحاد وباتجاه السلام والأمان والفرح. الشعوب تريد أن تتحد، والشعوب ملت، تعبت من الحروب والأكاذيب والخدع. والفواصل الطائفية الاجتماعية السياسية، الشعوب تعبت، ملت. والشعوب بدأت تفهم الحقيقة أكثر وأكثر وأكثر. الشعوب بدأت تعرف أن الإنسان في داخله حب غير محدود، هو حب غير محدود، وليس هناك أي فرق بين أي إنسان وإنسان آخر، الأفريقي، العربي، الهندي، الأمريكي، الأوروبي، الآسيوي، كلنا واحد، كلنا نفس واحد، كلنا مصير واحد، كلنا حياة واحدة. يتصلون بي أخوان وأخوات، وعندما يتصلون معي أتكلم معهم، يبدأ الكلام يقولون لي: أنا أخت، اسمي كذا، متزوجة، غير متزوجة، لاجئة، أعيش هنا، أعيش هناك، لدي كذا، لدي كذا. يتصلون معي، وأثناء الاتصال أنا أفكر، هم يتصلون معي وأنا أفكر، أقول إن الذي يتصل معي يعيش المادة، يعيش العالم المادي، فهو عندما يذكر يقول: أنا كذا، أنا لاجئ، أنا في هذه الدولة، أنا تعبان، أنا أعيش كذا كذا من مشكلة.
أنا أقول مع فكري ومع وعي، أقول له أنت لست هذه الصفات، أنت خارج عن المادة، أنت خارج عن الصفات التي وصفت بها نفسك، أنت أبدي، أنت فوق الزمن والمسافة، أنت ذكاء، أنت حب، أنت فرح، أنت كل القوة. لكن بسبب 6000 سنة في المادة وفي الحدود المادية الصعبة، الإنسان اعتقد أنه متزوج غير متزوج، لاجئ غير لاجئ، فقير غني، من هذا الدين من ذلك الدين، يحسب حسابات خاطئة. أنت فوق الزمن والمسافة، أنت الكون، أنت الضوء، وكل اعتقاداتك حول نفسك بالمادة هي وهم وغير حقيقية. لكن هذه الجمل ممكن أنت لا تراها، يعني أنت الضوء، أنت الحب الأبدي، أنت الكون الأبدي، أنت لا تراها. لماذا لا تراها؟ لأن هذه الكلمة عندما أطلقها هناك حواجز فيك، حواجز عاطفية، حواجز نفسية، حواجز من الطفولة البائسة التي ربما عشتها، حواجز من الدين السلبي الذي عشته. فكلما أتكلم الكلمة ممكن لا تصل إليك بسبب هذه الحواجز. نعم، أنت تسمعها، أنت تسمعها، تشعر بها، لكن شعورك ضعيف لأن هناك حواجز عاطفية، نفسية، فكرية. ستة آلاف سنة من الحواجز ومن الانفصالات مخزونة في الوعي البشري. نعم، أنا أقول لك أنت ضوء، أنت محبة، أنت سلام، لكن في الحقيقة المطلقة هل تؤمن أنت ضوء؟ هل تؤمن أنت السلام المطلق؟ هل تؤمن أنت الإبداع المطلق؟ صعب تؤمن، صعب تجدها. نعم تسمعها، أنت تسمعها، لكن هل تؤمن بها؟ هل تشعر بها؟ عندما أقول لك أنت أبدي، أنت فوق الزمن والمسافة، وعندما أقول لك أنت كائن متعدد الاستنساخات، يعني أنت هنا وأنت في المريخ وأنت في أستراليا وأنت في أمريكا وأنت في أعماق الكون، هل تستطيع أن ترى هذا؟ أنت تسمع، صحيح تسمع، لكن ممكن إيمانك ممكن 10% بهذا الكلام. والسبب لأنك عشت العالم المادي وتعيش العالم المادي. العالم المادي عالم الوهم، عالم مضطرب، عالم خاطئ، عالم وهمي مبني على الانفصالات الدينية، الانفصالات الدينية مبني على الأحزاب السياسية، مبني على شركات أسلحة، مبني على سياسة دكتاتورية، مبني على تجارة زائفة. وأنت طفل ملفوف، ملفوف بهذه الأفكار. فبالطبع عندما أأتي وأقول لك أنت ضوء، أنت حب، ممكن تنصدم،
أنت تسمع لكن لا تؤمن، ممكن لا تؤمن أو لا تشعر بها. عندما أقول لك أنت فوق الزمن والمسافة، أنت غير مرتبط بالزمن والمسافة، أنت لست الجسم. وعندما أقول أنت أساساً موجود الآن كاستنساخات في أكوان متعددة، فأنت الأستاذ الجامعي في كون، وأنت الطفل الآن، أنت الطفل في كون آخر، وأنت الملاك في كون آخر، هل تستطيع أن تراها حقيقة؟ وكيف تستطيع أن تشعر بها وأنت 6000 سنة مغلف بالماديات؟ وبالتالي الحقيقة قلة قليل من الناس يدركوها. تحتاج أنت قوة روحية، سوف أحدثكم عن معنى القوة الروحية. القوة الروحية بمعنى تفعيل القوة الفلسفية، هذه القوة الفلسفية. عندما أقول لك أنت الضوء تحتاج قوة روحية، يجب أن تعيش وأنت الضوء، تعيشه. عندما تنفصل من المادة وعندما ترى من مكان ليس فيه مكان ومن زمن ليس فيه زمن، عندما تصعد إلى أعماق الكون وترى الأكوان من هنا كلها، أنت تراها، أنت خارج الأكوان، خارج ما بعد الأكوان، من هناك تعيش وترى السيستم، ترى النظام، ترى الأكوان، ترتفع إلى الأعلى. هذه هي حقيقتك. كلما تؤمن بالفكر السلبي وتؤمن بالطاقات السلبية وتؤمن بالمخاوف وتؤمن بالتعددات الدينية وتؤمن بالتعددات السياسية، فأنت تنفصل من الحقيقة، تنفصل من الحقيقة. وكلما تنفصل من الحقيقة لا تستطيع أن ترقى وتصعد إلى أعماق الكون. ما هي الحقيقة؟ تعريف الحقيقة، الحقيقة أنت الضوء، أنت الكون، هذه هي الحقيقة. أنت الحب، أنت الأمان، أنت الإبداع، أنت الجمال، أنت الفرح الغير المحدود، أنت السلام الغير المحدود. هنا تنفتح أمامك قوى جديدة، فرص جديدة، عوالم جديدة، حضارات جديدة، تتصل بالإيتي وغير الإيتي وبالملائكة وتصعد إلى الأعلى. لكن في داخلك يجب أن تعرف شيء يمنعك من التطور. يجب أن تعرف شيء يمنعك من التطور. هذا الشيء باستمرار يتحرك فيك. لاحظ إصبعي بوب 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 هكذا بوب 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 فيك، في دماغك هكذا.
لا يتوقف. لاحظ إصبعي هكذا يعطيك إشارات خوف. اسمع الكلام، أنت خائف، أنت تعبان، أنت محبط، أنت تعبان، أنت خائف، أنت محبط، أنت تعبان، أنت خائف، أنت لا تستطيع، لا تقدر. أوتوماتيكيا هكذا سوف أوضحه. فأنت تقول أنا الضوء وأنا الحب وأنا السلام وأنا الإبداع، لكن هذا شغال. يعني أنت تقول أنا الضوء، لكن هذا يقول أنت خائف خائف خائف. لاحظه، لاحظه في داخلك يشتغل الآن 6000 سنة شغال فيك. أين هذا موجود؟ هذا موجود في جزء من دماغك اسمه دماغك جزئين. الجزء الإلهي هذا الضوء الذي نتكلم الآن، نقول أنت الضوء وأنت الحب وأنت السلام. من أين تأتي هذه الأفكار؟ هذه تأتي من الجزء العلوي من الدماغ. الجزء الداخلي هذا دماغك، الجزء العلوي وهنا جزء داخلي. هذا الجزء الداخلي خائف، قلق، تعبان، هكذا يتحرك. فأنا أقول أنا الضوء، هذا الجزء العلوي سوف أوضحه. الجزء العلوي دماغك جزئين، الجزء العلوي الجزء الإلهي، الجزء الضوئي، الجزء الأبدي، وهذا يسمى بالربتيليان برين، دماغ الزواحف، هذا في المركز. فنعم نحن نقول أنا الضوء، أنا الحب، أنا السلام، لكن هذا يتحرك يقول أنا خائف، أنا تعبان. لكن يجب أن ترى أنه يتحرك أوتوماتيكيا، أنا خائف، أنا تعبان، أنت خائف 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 خائف. هنا يصبح اضطراب في شخصيتك، لأنك أنت تعتقد أنك أنت الذي يفكر. أنت تقول أنا الضوء، هذا شغال أوتوماتيكي، أنا خائف تعبان، أنا فقير، أنا مريض، أنا كبير في العمر، خائف تعبان، ليلا نهارا صباحا عصرا ليلا باستمرار. فهنا ممكن أنت تعمل جلسات اتصال بالإيتيز. لدينا محاضرات، عملنا جلسات في الاتصال بالإيتيز، لكن أنت لا تعرف أن فيك الخوف هذا، أنا خائف، أنا تعبان. فأنت تعمل اتصال بالإيتيز وتتهيأ للنوم في الليل وتطفئ الضوء، تصبح ظلام، يعني بيتك مظلم في الليل، تخاف، ممكن تخاف يعني، أو قسم من الناس يخافون، لأن هذا شغال يقول لك سوف يظهر لك إيتي، سوف يظهر لك إيتي، يؤذيك يؤذيك، هكذا شغال أوتوماتيكي. لاحظ يدي باستمرار، لا يتوقف، هذا لا يتوقف لا يتوقف. هنا نقول أن قوتك الروحية ضعيفة. لماذا قوتك الروحية ضعيفة؟ لأن هذا أنت لم تستطيع أن تسيطر عليه، وهذا عندما يتحرك أنت تعتقد أنت الذي يفكر. هذه هي المشكلة. نعم نحن نقول نحن الضوء، نحن القوة، نحن الجمال، نحن الإبداع، ونعم نحن نتصل مع الإيتي بهذه الجلسات، لكن هذا شغال، هذا خوف، هذا الجزء جزء الزواحف، دماغ الزواحف، هذا وضع صمم فينا عمدا، حولنا من الغير المحدود إلى المحدود. جزء الزواحف حولك من الإنسان الضوئي إلى إنسان متعوب مهموم. هذا شكله أمامكم. أين هذا؟ هذا لاحظوا واضح؟ هذا اسمه
دماغ الزواحف. دماغ الزواحف هذا أخططه، هذا لحظة. دماغ مادي، وهذا هذا لحظة، هذا دماغ إلهي، هذا دماغ ضوئي، دماغ ضوئي، دماغ ضوئي. هذا بدون زمن ومسافة، هذا بدون زمن ومسافة، يعني هذا ليس فيه زمن ومسافة، لاحظوا. وهذا المشكلة، هذا فيه زمن ومسافة. فأنت شخصيتين، الشخصية الضوئية والشخصية المادية. أنت شخصيتين، الشخصية الضوئية والشخصية المادية. يتحرك باستمرار، وبالتالي هذا دماغ الزواحف مسيطر عليه، مسيطر عليه من العالم الخارجي، الدين السلبي، الأخبار السلبية، تخويفات، عقاب، عقاب الرب أو عقاب الله، إليك بالنار، كلها هذا يخزنها. لماذا هو خائف؟ لأنه هذا يخزن العواطف ويخزن الاعتقادات ويخزن الانفعالات. مثلا أقول لكم شيء مهم، الإيتيز كائنات طيبة وكائنات متطورة أخلاقيا وحضاريا. الإيتي كائنات طيبة، كائنات متطورة أخلاقيا حضاريا، لكن أنت يجب أن تكون شجاع وصريح. هل فعلا تؤمن بهذا أم تخاف منها؟ هل فعلا تؤمن أنها كائنات طيبة أم تخاف منها؟ أنا أقول لكم، وأتمنى أن أكون خطأً، أتمنى أن أكون خطأً، أغلب البشر يخافون من الإيتيز. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الإعلام أو العالم الخارجي المضطرب والإعلام السلبي يضع كثير من الجهد على هذا دماغ الزواحف، فيظهرون لك قصص اختطاف الإيتيز وقصص الاختطاف والاختطاف والاختطاف، وتكلم العالم الفلاني ومركبة اختطفت إنسان ومركبة اختطفت، كلها أكاذيب، كلها مصنعة، كلها كذب، كلها وهم. يعني صنعوا مركبة إنسانية، مركبة بشرية، صنع بشري وادعوا إنه إيتي هذا، وصنعوا إيتي مزور، إيتي مزور في بحوث الدكتور ستيفن غرير، كلها موجودة، سوف نضعها، يعني سوف نعرضها جزء منها. فهنا هذا يعني يهتز أكثر، يخاف أكثر، لاحظوا. فأنت هنا تطبق الجلسات، جلسات الاتصال مع الإيتي، لكن هذا خائف بسبب الإعلام السلبي، بسبب الإعلام السلبي والقصص الزائفة. فأنت تطبق جلسات الاتحاد أو الاتصال مع الإيتي، لكن ممكن غير مقتنع. لماذا غير مقتنع؟ ممكن غير مقتنع لأن هذا شغال يقول لك الإيتي يخطفك، الإيتي خطر، الإيتي كذا، دو 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 دو. فتصبح أنت اثنين، أنت الضوء وأنت الخوف، أنت الضوء وأنت الخوف، أنت الحب وأنت الخوف، أنت الجمال، تشعر بالجمال لمدة يوم وبعد دقيقة تغير رأيك. لماذا تغير رأيك؟
يعني أنت تقول أنا الجمال، ممكن تعيش بفكرة أنا الجمال اليوم على سبيل المثال، لكن ممكن اليوم القادم تغير رأيك. لماذا تغير رأيك؟ لأنك أنت لا تعرف أن هذا يشتغل، هو هذا الذي يغير، يعني هذا هو الحاسم، هذا هو المسيطر على الأمور. الزواحف، دماغ الزواحف، هذا دماغ الزواحف هو الذي يسيطر عليك. دماغ الزواحف هو الذي يسيطر عليك، هذا هو المسيطر، صح، أعطيه صح، هذا هو المسيطر أولا، هذا هو المسيطر، وليس هذا غير مسيطر. الذي يسيطر المركز، دماغ الزواحف هو الذي يسيطر. دماغ الزواحف هذا، لاحظ، أو ممكن أكتبها هنا أفضل، يعني أوضحها هنا. فهذا دماغنا الكبير الأول، وهذا زواحف، ها، هذا الإلهي، يعني هذا الكبير الإلهي، وهذا الصغير الزواحف، هذا الزواحف، أوكي هنا. فمن الذي يسيطر؟ الذي يسيطر هو هذا، وليس هذا، هذا لا يسيطر، الإلهي لا يسيطر، الصغير هو الذي يسيطر. فالإنسان نقول مقاد عن طريق عواطفه، مقاد عن طريق الأخبار التي يسمعها، مقاد عن طريق الاعتقادات التي يؤمن بها. لكن عندما تفكر يجب أن تعرف، عندما تشعر بالخوف أو تشعر بقلق أو تشعر شيء غير مستقر، يجب أن تعرف أن هذا ليس أنت، أن الذي يفكر هذا الصغير دماغ الزواحف هو هذا شغال، خوف 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 خوف. في الحقيقة وضحنا من الحلقة رقم 602 أو 603 إلى 612 في الحقيقة أن الإيتيز كائنات طيبة، وأن المركبات التي تخطف البشر هي مركبات مزورة، صناعة بشرية. صناعة بشرية. فهذه القوة الفلسفية فهمتها، القوة الفلسفية فهمتها. لكن الآن نأتي للقوة الروحية. هذا الفهم فهمته، لكن القوة الروحية لديك ضعيفة بسبب هذا الذي يشتغل. هذا دماغ الزواحف، دماغ عمدا صنع فينا، عمدا من أجل تحديدنا. فكلما تعرف وكلما تفهم، كلما تعرف وكلما تفهم معنى الكذبة، ومن الذي يصنع الكذبة، ومن الذي ينشر الأكاذيب، ومن الذي ينشر الانفصالات، كلما تفهم 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 تفهم، اسمعني، كلما تفهم من الذي يخطط لتدمير البشر، ومن الذي يخطط، من الذي صنع الإرهاب، ومن الذي صنع كذبة أن هناك كائنات إيتيز تهاجم البشر، كلما تعرف تعرف تعرف، كلما قوتك الروحية تزداد. الفهم شاهد، دعونا نشاهد الدكتور ستيفن غرير في هذا الوثائقي، في هذا الوثائقي، لديه وثائقي رائع دكتور ستيفن غرير، هذه قناته بالمناسبة. أو دعونا نشاهد جزء من هذا الوثائقي نوضح. لديه وثائقي اسمه أن أكنولج، دكتور ستيفن غرير أحد الخبراء في مواضيع الاتصال بالإيتيز،
وهو الذي يكشف أوراق كثيرة وحقائق كثيرة مع جروب يعني كبير، أن الإيتيز كائنات طيبة، كائنات رائعة، كائنات حضارية، لكن شركات خارجة عن القانون قامت بتصنيع إيتي مزور من أجل أن ترعب وترهب الناس. دعونا نشاهد هذا الوثائقي. Occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Well, the only problem with that is that if you look at the technologies that permit for interplanetary interstellar travel, it's 1,000 times more developed than a hydrogen bomb, which if we were to have a massive exchange of nuclear weapons, would leave most of all life on Earth extinguished. Therefore, how could we possibly have armed conflict with another planetary system for more than a nanosecond and survive it? They know that we couldn't. But it's a way of manipulating the public through demagoguery of fear, jingoism, false nationalism, and creating a boogeyman out in space. هذا هو الوثائقي أن أكنولج الغير، يعني اسمه أن أكنولج دكتور ستيفن غرير، أن أكنولج الغير معترف به أو الغير معلن عنه، هذا هذه الترجمة. فهو ماذا يقول؟ يقول على أساس أن هناك تهديد من وحوش فضائية، هو يقول على أساس أن هذا الإعلام يقول هناك تهديد من وحوش فضائية، فيقول هو كيف يتم هذا؟ هو يعترض دكتور ستيفن غرير، يقول أولا هذه الإيتيز هي جدا متطورة وهي لها القوة، هذا لها يعني القوة الحضارية والتكنولوجية متطورة كثيرا من حضارتنا، فيقول هذه هي أساسا لا تهاجم هذا أمامكم، يعني لا تهاجم، لديها قوة هي متطورة تكنولوجيا، لماذا تأتي إلى أرض وبحضارة، حضارتنا حضارة بدائية، حضارتنا الآن بالنسبة لهم بدائية، وتهاجم، لماذا تهاجم؟ يقول وإنما هي طريقة، لاحظ، لنشر الخوف بين الناس ونشر الرعب بين الناس، ومن أجل أن الناس تخاف ونشر الفواصل والحواجز من أجل صنع قوة دكتاتورية عالمية تحكم العالم هكذا. هنا أنت عندما تفهم هذا الأمر، تفهم هذا الأمر أن هناك خدع، هناك أكاذيب، فعندما تفهم هذا الأمر قوتك الروحية تبدأ الآن تصحى تفهم، لكن عندما تصدق أن هناك تهديد، عندما تصدق أن مسلم ضد مسيحي، مسيحي ضد مسلم، المسيحي يهودي، يهودي عربي، عربي كردي، كردي عربي، انفصالات، عندما تصدق أنت تكون الضحية، لأنك تخاف، تقوم تشعر بالخوف. لماذا؟ لأن الدماغ الزواحف هكذا يقوم بالخوف أكثر، لأنه هو يواجه تهديد، هو يؤمن، هذا دماغ الزواحف يؤمن بالمخاوف، هو يخزن المخاوف، يخزن العواطف السلبية، فيقوم يتحرك بسرعة فيك، وبالتالي يسيطر عليك بسهولة، يسيطر عليك بسهولة. في العراق أعطيكم قصة، أشارككم هاي القصة. في العراق هناك كان حرب ما بين العراق وإيران. كيف تكونت هذه الحروب؟ كيف أصبحت حرب؟ لأن هناك شركات سلاح أسلحتها أصبحت جدا قديمة وتريد أن تبيعها، سلاح قديم وتريد أن تبيعه، ومعامل السلاح كثيرة، أصبحت كثيرة، سلاح قديم، شركات سلاح
عملت الحرب ما بين العراق وإيران زائدا، هذا جزء. يأتي خميني وخميني طائفي شيعي ويؤمن إيمان بالإسلام الشيعي بشكل عجيب غريب، هذا خميني أتى إلى السلطة ودمر إيران ودمر العلمانيين والفنانين والحضارة بالاعتقاد الديني، وصدام حسين بالاعتقاد المعارض. خميني وصدام حسين وشركات سلاح ثلاثة، الشعب العراقي والإيراني وعيه أساسا وعي المحدودية، فالشعب العراقي والشعب الإيراني معا الاثنين شعب محدود، شعب محكم محكوم بالإسلام لمدة 1400 سنة، والشعوب هذه الشعب العراقي والإيراني شعب إسلامي وفيه مذاهب وطوائف وصلاة وركوع سجود رمضان، قرآن كله يوعد بالتدمير والعقاب، يقرؤوه الشباب والنساء والرجال. وهنا صدام حسين ضد خميني وخميني ضد صدام حسين، وشركات أسلحة في العراق وإيران تبيع، والشعب يأتي رمضان يقولون رمضان 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 ويصلي، قرآن كله تهديد وكله وعيد بالقتل والعذاب والتدمير. طيب أنا أسألكم، هذا الدماغ وهذا الدماغ الزواحف ماذا سوف يحصل به؟ هذا سوف يتجنن يتمرض فيقوم يتحرك هكذا خوف، فيمشي الإنسان في الحياة نائم تعبان محبط خائف، لا يفهم الأمور لا يعرف الأمور، صغير، يؤمن بالفقر يؤمن بالأمراض يؤمن بالدين يؤمن بالانفصالات، يؤمن إنه سني ويؤمن إذا هو سني إن السنة كلهم صحيح وبقية العالم كفار، أو إذا هو شيعي يؤمن إنه شيعي وبقية العالم كفار. الديانة والسياسة وشركات السلاح والفلسفة السلبية والإعلام السلبي، فبالطبع قوتك الروحية تتعب، بمعنى لا تصدق عندما نقول لك أنت الضوء، لا تراه بسبب 6000 سنة من المحدودية من المادية. فماذا تحتاج؟ تحتاج تصفية، تحتاج تهدأ. لكي تتخلص من هذه الأكاذيب والأوهام تدخل في جلسات استرخاء، وتكون هذه جلسات الاسترخاء عميقة جدا جدا عميقة، ترجع الرجوع إلى حقيقتك. وعندما تأتيك مخاوف من الإيتيز أو مخاوف من شيء معين من فيروس من، أعرف أنها كذبة مصممة، 6000 سنة البشر مخدوعين. فتهدأ تهدأ تهدأ تهدأ، ترى وعيك وترى حياتك وترى أفكارك من الغير محدود. نعم أنت تواجه بمعارضة شديدة من هذا الصغير أو هذا دماغ الزواحف، لأن هذا دماغ الزواحف عمره 6000 سنة فيك مزروع، هكذا يشتغل. شغال أوتوماتيكي، فهذا يحتاج أن تهدئه. وهذا قوة بالمناسبة، هذا قوة، يعني هذا دماغ الزواحف عندما يتحد مع دماغ الضوء فأنت تصبح قوة. فهذا يحتاج أن يهدأ، تهدئه عن طريق الجلسات الاسترخاء
وتهدئه عن طريق شيء في غاية الأهمية أقوله، وهو البناء الإيجابي. البناء الإيجابي يتم عن طريق الدماغ العلوي، هذا الإيجابي يشع نور ويشع حب وسلام، فتبني صور. أنت الضوء، أنت الجمال، تبني صور. أنت جسم ملائكي بضوء جميل جدا جدا تحلق في أعماق الكون. كلما تبني هذا يضعف 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 يضعف، لاحظ، يقوم شيئا فشيئا لا يمانع، يقوم شيئا فشيئا يصعد يذوب في الأعلى، يذوب. فنقول أنت ترجع إلى الضوء، ترجع إلى الحقيقة، ترجع إلى الحب، ترجع إلى السلام، ترجع إلى الإبداع. وسوف تكتشف أن العالم المادي مصمم على الوهم والكذبة والأخبار الزائفة والأخطاء، كله أخطاء، كله أخطاء. هنا نشاهد أيضا الدكتور ستيفن غرير يتحدث في مسألة أهمية فهمك لهذه المبادئ، جدا جدا مهمة فهمك لهذه المبادئ. إذا دعونا أيضا نستمع إليه ونناقش ما يقوله. أعطوني مجال فقط الدقيقة 1:38. هذه المقابلة أمامكم، أوكي، في قناة الدكتور ستيفن غرير. اسم القناة هو هذه قناته، الدكتور ستيفن غرير اسم القناة، وهذه هي يعني ممكن أن تشاهدون كل المقابلة دكتور ستيفن غرير. فدعونا نسمع وأيضا نناقش ما يقوله، كلام رائع جدا جدا. Unacknowledged special access projects, secrecy, but also those interests that have thwarted human enlightenment and human civilization development for probably a century at least. That by doing this and coming together in mass consciousness, we can absolutely break away. And it's sort of like without leaving our world, we're in a sense are creating this 1% breakout civilization. Transformation civilization, that as we gather together and do that, it's going to then suddenly bring the entire planet along. نحتاج ما يطلق عليه 1% من مجموع البشر، 1% أننا نترك المادة، 1% ما يقارب من جميع البشر 70 مليون أو 75 مليون تقريبا، من 6 بليون. يقول إذا صعدنا نحن 70 مليون إلى الوعي الضوئي أو الوعي الروحي أو الوعي الأبدي أو الوعي الكوني، 1%، 70 مليون أو 75 مليون بهذه النسبة، فنستطيع أيضا أن نسحب معنا البقية. فالآن أنت فهمت ماذا يحدث فيك، أنت فهمت الصراع، ما عليك إلا أنك تتدرب على أنك تصعد إلى الأعلى. كلما تصعد إلى الأعلى ترى نفسك أنت الحب، أنت السلام، أنت الفرح. وبالرغم من هذا جزء الزواحف يثير فيك الشكوك والمخاوف والتعب والقلق، حاول أن في البداية لا تكترث له، لأنه تعرف، أنت تعرف الآن هذا أوتوماتيكي، يعني الذي يفكر ليس أنت، هذا 6000 سنة مزروع فيك. فهنا أنت تبدأ الآن تنجح في الصعود إلى الحقيقة المطلقة. دعونا نكمل ما يقوله الدكتور ستيفن غرير. So that's why this 1% effect, where 1% of people in coherence, as you hit that number,
the entire population becomes more peaceful and orderly and enlightened and conscious. And actually, with the studies that have been done in neuroscience, they found that people's IQs go up as they meditate more and more. لاحظ حتى في يعني حتى في العلم المادي وجدوا, يقول الدكتور ستيفن غرير, حتى في العلم المادي وجدوا ان بالاسترخاء, جلسات الاسترخاء ذكاؤك يرتفع, ذكاؤك يصعد. وفي جلسات الاسترخاء هو طريق عظيم لاسترجاع حقوقك التي ضاعت بهذا المنطق. كائنات الايتيز تتصل بالإنسان المسترخي, لأن كائنات الإيتيز كائنات مسترخية جدا 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 جدا. كلما تدخل أنت في الاسترخاء, تتدرب على جلسات الاسترخاء, أنت تفتح كما قلت يعني في بداية الحلقة, تفتح عوالم جديدة, حضارات جديدة, ذكاؤك يتطور, صحتك تتطور, كل شيء في حياتك يتغير. دعونا نستمر بمشاهدة ما يقوله الدكتور ستيفن غرير. You actually go higher than your birth IQ that's been measured when you were younger. Your intelligence, they've actually found that, you know, neurons, which are the cells in the brain, the dendrites and axonal connections, the sort of ways that neurons connect, those increase. So when you're in a meditative state, those are actually being enlivened. So like when we meditate in a few minutes, just know that as you go into meditation, you are actually enlightening, awakening, and making connections even in your physical brain. And this has been measured of neuroscience, MRI studies. So it's really exciting. And when you think about millions of people doing that, where we now have the science to show the power of the conscious field, and that the science of consciousness is a real science that's Science of consciousness is real science. فعلوم الميتافيزيكس أو علوم الوعي هي علوم حقيقية. فأنت كلما تتدرب على الاسترخاء, ذكاؤك يزداد. حتى البرين, يعني هذا البرين الجزء, يعني الدماغ يهدأ. أنت تحتاج أن تهدأ. أسرار الاتصال بالإيتيز, أنك تحتاج أن تهدأ, تحتاج أن تجلس مع نفسك أكثر وأكثر 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 في فراغ وعمق. وأنت متمدد على السرير في الليل, تخرج تحلق في الفضاء. يعني أنت متمدد على السرير تبني صور, وأنت ضوء, وتحلق فوق دولتك, ثم تخرج من الأرض, ثم تصعد إلى الأعلى, أعلى أعلى, حرية مطلقة. تمرين عظيم جدا جدا جدا. هذا ماذا يعمل؟ هذه التمارين ماذا تعمل؟ هذه التمارين تعمل على تهدئة هذا الخائف. يهدأ, وهذا سوف يسيطر. الدماغ الإلهي, بهذا المصطلح الدماغ الإلهي يسيطر. وأنت متمدد على السرير تستعد للنوم, ترى, هذا شيء مهم, ترى الحب في الأرض, وترى السلام في الأرض, وترى الجمال في حياتك. بل ترى وأنت في وقت الليل, ترى وأنت مستعد إلى النوم, ترى بيتك مليء بالضوء, وبيتك حوله ملائكة, وحوله إيتيز, وكلهم أنت وهم تفرحون وتصفقون. هذا مهم جدا جدا جدا. وأنت متمدد على السرير في الليل تستعد إلى النوم, تبني صور, وهناك حفلة عائلية في قصر. هذا القصر قصرك, وأنت هناك في الحفلة العائلية, كل أقربائك الذين غادروا الأرض مجتمعين مع أفراد عائلتك الموجودين, ما يزالون يعيشون على الأرض, وأنت معهم في حفلة ضحك, فرح, سلام. هذا وأنت متمدد على السرير. وأنت متمدد على السرير في وقت الليل, لا ترى الليل ليلا, ولا ترى جسمك جسما, ولا ترى هناك نهار, ولا ترى هناك زمن. أنت المتمدد على السرير, أنت ضوء, أنت محبة. فابدأ خاصة في وقت الليل. لماذا في وقت الليل أقول؟ لأنه الجسم مسترخي. هذا الدماغ جزء الزواحف في الليل يتعب, يريد أن يرتاح.
فالدماغ الإلهي يسيطر، فهذه فرصة عظيمة أنك تتوسع، تبني حياتك، فتقول ما أجمل حياتي، أنا ضوء الكون، أنا أعيش الحرية، أنا أعيش السلام، الأرض جميلة، الناس رائعين، محبة تملأ حياتي. وترى، أي أقصد تبني، يعني تبني صور، أنت مليء بالضوء، بيتك ضوء، الأرض كلها ضوء. بل ممكن أيضا أن تبني بتمرين آخر، أنت حلقة ضوئية وتغلف الأرض وتملأ الأرض بالضوء، هذا وأنت متمدد على السرير تبني التالي، أنت حلقة ضوئية جميلة كبيرة تحيط الأرض وتملأ الأرض بالضوء. لأن هذا يؤثر تأثير كبير على الواقع الاقتصادي والواقع السياسي، ويغير وعي جيرانك ويغير وعي جيران جيرانك، لأنك أنت تصعد إلى الأعلى، كلما أنت تصعد إلى الأعلى أنت تسحب ناس آخرين، وكلما أنت تنزل إلى الأسفل، كلما أنت تخاف تؤثر على جيرانك، كلما أنت تقلق تؤثر على جيرانك، وجيرانك أيضا إذا يقلقون يؤثرون عليك، وإذا في اليابان يقلقون يؤثرون عليك، وإذا أنت تقلق فأنت تؤثر على الياباني وعلى العراقي وعلى الهندي وعلى الباكستاني، وإذا العراقي يقلق العراقي يؤثر على كل العالم، وإذا حشرة تقلق أو تخاف حشرة فالحشرة تغير أو تؤثر تأثير على كل الأرض. ولهذا لماذا نقول أو يقولون مهم جدا أن نهتم بالنباتات والأشجار والحيوانات هكذا، لأنه كله اتصال. فكرتك، أي فكرة الآن أنت تفكر فيها تغير، أي فكرة تفكر بها الآن، تفكر بالخوف أنت تزيد ترددات الخوف في الأرض، تفكر بالحب أنت تزيد ترددات الحب في الأرض. إذن ماذا لو كانت الأخبار كلها سلبية ومخاوف وذعر وفيروسات وكذا كذا كذا؟ فبالطبع الحضارة الإنسانية تصغر، والإيتيز، كائنات الإيتيز تراقب الآن الوضع، وهي كانت تراقب وهي تعرف ماذا يحدث في الأرض. الإيتيز قسم منهم كانوا ساكنين في الأرض قبل 5 مليون أو 10 مليون، عمر الأرض أعتقد ما يقارب 3 بليون أو 4 بليون عمر الأرض، قبل 100 مليون، قبل 200 مليون، قبل 500 مليون، كانت هناك حضارات متطورة في الأرض، متطورة أكثر من الآن، هذه تكنولوجيا الإنترنت واليوتيوب، أكثر حضارات مختلفة. فقسم من الإيتيز كانوا ساكنين في الأرض، يعرفون كل شارع من شوارع الأرض، حضارات سابقة كانوا يعيشون يعني. فالإيتيز الآن تفهم الوضع وتراقب الوضع، وتتصل بنا وتريد وتقول لنا، يعني تقول لنا أنه أيها البشر هناك أخطاء تحدث، هي تعطي رسائل، هناك أخطاء تحدث، أيها البشر تطوروا في الوعي، أيها البشر حبوا أكثر، تعلموا على الحب، هكذا. هي هذه رسائل الإيتيز، رسائل محبة. أيضا نسمع من نفس المقطع أو من نفس الحلقة، أريد أن أيضا نناقش الدقيقة أو 51، من نفس 51، أعطوني مجال شباب، دعونا أيضا نناقش ما يقوله. واحد أعتقد هنا، the purposefulness, the motive, where are you in your head and heart, and if that's clear I'll tell you absolutely anything is possible, but you've got to be in that space first. That's the prerequisite. It's just like the prerequisite to being an interstellar civilization is that our civilization is peaceful. We're not going to be welcome out there if we go out there with weapons and with this mindset, this tribalistic mindset of us versus them. No, that is a deal breaker.
أهم شيء يقول أنك تعرف من أنت، فيصبح اتحاد العقل مع الروح. مهم جدا أنك تتحد مع من أنت، اتحاد العقل والروح مهم جدا، يعني الرجوع إلى حقيقتك. لماذا؟ يقول لماذا؟ يقول لأنه الإيتيز لا تستقبلنا ونحن في طاقة سلبية. الإيتيز كائنات متطورة، الإيتيز وعي سلام، الإيتيز كائنات حضارية، الإيتيز وعي أخلاقي. فأنت، هو يقول نحن لا نستطيع أن نصعد إلى الأعلى، يقصد نصعد إلى الأعلى يعني نكون حضارات راقية، وفي الوعي البشري موجودة صناعة أسلحة، وفي الوعي البشري موجودة قبائل أو طوائف دينية تتصارع. الإيتي لا يستقبلنا، غير ممكن. هل البخيل يكون كريم؟ كلا. هل ممكن أن نقول بخيل كريم؟ غير ممكن. فنرجع إلى الحب، إلى السلام، إلى الأمان، إلى الفرح، من أجل أننا نبني حضارة مع الإيتيز. الإيتيز تريد أن تبني حضارة معنا، تريد أن ترفعنا من يعني من الوعي المحدود. أكرر ما يقوله الدكتور ستيفن غرير، يقول نحن لا نستطيع أن نصعد إلى الأعلى وفي وعينا وعي الانفصال. ما معنى مسلم شيعي ومسلم شيعي متعصب، أو مسلم سني متعصب، أو ما معنى في 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 عند الطائفة الشيعة المتعصبين؟ ليس كل الشيعة، الشيعة المتعصبين في كتابهم، قرآنهم، كل اللي ليس شيعي يذهب إلى النار. طيب كيف أنت تبني حضارة عظيمة؟ أو في المسلم المتطرف مثلا، أو الإسلامي المتطرف، كل الذي لا يؤمن بالإسلام يذهب إلى النار، الله لا يراه وجهه يوم القيامة، ويوم القيامة هذا في الإسلام السياسي أو المتطرف، والله في يوم القيامة يعذب الكفار ولا يراهم، والمسلمين الذين في الجنة يفرحون، يقول ها انظروا انظروا هذا جزاكم ومثواكم جهنم وبئس المصير. ما هذا؟ هذه عنصرية، هذا تطرف، هذا. أو نفس الشيء شركات السلاح لديها أسلحة قديمة وتذهب إلى أفريقيا تبيع وتعمل فواصل، وتذهب إلى العراق وتعمل فواصل، وتذهب هنا هناك من أجل أن تبيع الأسلحة، ويربحون، يربحون ويبنون قصور ويبنون. أنا لا أعرف حقيقة، أريد يعني أن أقول هذا الشيء، لا أعرف كيف هذا رجل السلاح ينام، يعني هذا كيف يبيع سلاح والناس يتقاتلون فيما بينهم، وهو يعني يأكل، يتناول طعام، يسافر، كيف يعيش؟ يعني كيف يعيش بهذا الوعي وهو تاجر سلاح؟ لا أفهم هذا، أنا لا أفهمه حقيقة، يعني أفكر فيه يعني في بعض الحالات، أقول كيف ممكن أنه إنسان يبيع سلاح، وهذا السلاح ملايين تقتل ملايين أخرى، وهو يستفاد ويعيش، ينام ويسافر و يعني كيف يشعر، أقصد كيف يكون شعوره، كيف ممكن أن يكون هذا؟ فهو يقول الدكتور ستيفن غرير، يقول غير ممكن أننا نكون بهذا الوعي، وعي الطائفية. حتى نفس الشيء بالمسيحية، نفس الشيء، كاثوليك وبروتستانت لعقود، واحد يحارب الثاني، وما يزالون إلى حد اللحظة في اليوتيوب تنافسات بينهم، بينهم تنافسات، تنافسات. وشهود يهوى مثلا، شهود يهوى يقول مثلا، مسيحي يقول شهود يهوى، ما هو مسيحي؟ اسأل مسيحي ما هو انطباعك على شهود يهوى، يقول شهود يهوى غير مسيحيين، ونحن الروحانيين نحن غير مسيحيين كفار، والمسيحي الذي، وفي بعض المسيحيين يعني بعض، ليس الكل أقصد، بعض أيضا لديهم تطرف، واليهود أيضا قسم منهم، ليس الكل لديهم تطرف، والعلمانيين قسم منهم لديهم تطرف، والملحدين قسم منهم لديهم يعني تطرف بالفكر أقصد. ما هذا؟ كيف سوف نصعد إلى الأعلى بهذا الفكر، فكر يقول يعني فكر قبلي؟ وإلى متى، إلى متى، إلى متى هذا الانفصال، إلى متى؟ وكلنا نخسر، من المستفيد؟ كل البشر يخسرون.
فهي الآن هذه رسالة الإيتيز، يعني هذه الكائنات الإيتيز تريد أن تصحي، تريد أن تقول لنا كفى انفصالات، كفى تخريبات، كفى لماذا لا نبني حوار التفاهم، حب، سلام، محبة، فرح. دعونا نستمر نشاهد ما يقوله الدكتور ستيفن غرير في هذا الصدد. That's why there's a, basically, you talk about quarantine. For decades, there's been a quarantine around the Earth by these ETs not to let humans too far out there because we haven't become peaceful. We're not civilized. We're not a level one civilization that's living peacefully and in a non-harmful way to our planet or to each other or to potentially other worlds out there. And remember, there are entire planets out there that are very advanced that don't even have a word in their vocabulary for war. هنا شيء مهم. يقول حتى هذه الإيتيز، حتى هذه الإيتيز طورت حضاراتها. الإيتيز طورت حضاراتها. الإيتيز نفسها طورت حضاراتها بحيث تمنع مسألة أن الوعي السلبي الإنساني، وعي السلاح، ووعي أنه يصعد أعلى وينتشر في الكون، لأنه وعي تهديدي لها. يعني الإيتيز نفسها طورت تكنولوجيا تحمي الكون من السلاح الإنساني، لأن السلاح الإنساني أصبح الآن تهديد لها. هل تلاحظون هذا الذي أيضا يقوله الدكتور ستيفن غرير؟ ويقول يجب أن تعرف، هو الدكتور ستيفن غرير يقول أن هذه الكائنات هي peaceful، هي تعيش بسلام، حتى يقول حتى أن كلمة حرب غير موجود في قاموسها. كلمة حرب غير موجود في قاموسها، يعني هذه ككلمة حرب هي لا تعرف، كلمة حرب غير موجودة في قاموسها. فيجب أن نزيل من وعينا كل يعني الكلمات السلبية والطاقات السلبية والحقد والعنصرية والطائفية من أجل أن نصعد إلى الأعلى. دعونا نكمل. They just don't. So we are considered a high risk place. And if you doubt it, look around. Tell people, come to my emergency department on a Saturday night. So I just think that you have to look at this in a way that is realistic. But if you're in the right place spiritually and in your heart and mind, anything can happen. Healing for your healing for the planet. Yeah. هنا يقول ولهذا يجب أن ندرس الوضعية جدا بحذر، أنه يجب أن نبدأ الآن بالاتحاد، يعني العقل مع الروح، و نرجع إلى حياتنا، نرجع إلى أفكارنا، نرجع إلى روحنا، نتحد، نحب كل الطوائف، نحب أنفسنا. هذا الذي الآن هو ضروري جدا 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 في حياتنا، جدا مهم من أجل أن الأرض يقول تتصلح أو تشفى، وأيضا من أجل أننا نرقى، نصعد إلى الأعلى. طبعا أنا كيف أجد الوضع؟ أنا متفائل جدا جدا جدا. أنا أرى أن هناك وعي جدا إيجابي، وحتى الأنظمة السياسية تتغير باتجاه الروحانيات، الأنظمة الاجتماعية تتغير. أنا أرى أن الإنسان ينجح في الصعود إلى الأعلى، وأنا أرى هذه نهاية الطاقة السلبية، أنا أرى نهاية المحدودية، أنا أرى نهاية الكذبة. وأنا أريد أن أقول أيضا، أشارككم، أنا لا أعتقد أبدا ولا أرى أن المستقبل مظلم. يعني أنا لا أرى لا زلازل تحدث، لا تحدث لا زلازل ولا فيضانات أو كل يعني هذه التنبؤات السلبية، أبدا لا تحدث. أنا أرى أن الجنس البشري الآن يريد أن يتحد. الجنس البشري فهم أن المصلحة الرئيسية إلى الأرض وإلى الجنس البشري وإلى الكون، المصلحة في الحب فقط، أننا نبني وعي حب، ونبني وعي سلام، ونبني وعي الضوء. هو هذا الطريق، ليس هناك طريق آخر. أننا نرى أنفسنا نحن الضوء، ونرى الأرض الضوء، ونرى الكائنات التي نتحد معها ضوء، ونرى الكون كله ضوء، ونرى هذا الكون الذي كله ضوء هو فينا، ونرى نحن جزء من الأرض، والأرض جزء مننا،
ونرى أن القمر والنجوم والشموس والمجرات والكائنات كلهم فينا ونحن فيهم. الكون واحد، وهذا الكون الواحد يعمل بترددات الحب المطلق فقط. هذا هو الملخص. الكون كله واحد، وهذا الكون يعمل بترددات الحب. ونحن، أنا باعتقادي كجنس بشري وكحضارة بشرية الآن نتقدم، نعم نتقدم إلى الإيجابية المطلقة، وسوف نبني حضارات إيجابية، وسوف نبني حياة إيجابية. أنا أرى هذا وأشعر بهذا. أنا لا أرى أن القادم مظلم أبدا، أنا أرى محبة كثيرة تزداد، وسلام يزداد، وجمال يزداد. يعني لأن الجنس البشري الآن بدأ يشعر بالمسؤولية، والجنس البشري بدأ يفهم معنى القوة الروحية، والجنس البشري بدأ يفهم معنى الحب. وتغيرات عظيمة الآن تحدث في الأرض، التغيرات إيجابية، لأن الإيجابية هي حقيقة الكون. جميع أغلب البشر، أغلب البشر الآن يريدون أن يتحدوا، يريدون أن يرجعوا إلى حقيقتهم التي هي الضوء. نصلي من أجلكم إخواني وأخواتي. الرب يبارككم بركات الحب الغير المحدود، بركات السلام الغير المحدود. تعيشون الضوء، تعيشون الجمال، تعيشون الحب، تعيشون السلام. وأهديكم الحب الكوني، وأهديكم السلام الكوني، وأهديكم الجمال الكوني من مركز الكون. وكلنا، كلنا الجنس البشري مع كل الكائنات نصلي من أجل الحب والسلام والفرح المطلق، أننا نعيش في كون مليء بالفرح، مليء بالسلام، مليء بالمحبة المطلقة. أراكم في حلقات قادمة. أخوكم شون روبي.